بروفيسور إيكوتي دعوتكم لحضور محاضرة إلكترونية بعنوان الأخطاء التي يرتكبها 95% من المتداولين وكيف تنضم للنخبة. هذه المحاضرة سأقدمها لكم أنا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، وسوف نقوم بشرح هذه الأخطاء الأكثر شيوعاً، كيفية تجنب هذه الأخطاء وبالتالي تحسين سلوكك كمتداول إجمالاً. وتجنب هذه الأخطاء يعني أننا سوف نكون على طريق يحقق لنا أرباح أكثر بالمقارنة مع الخسائر، وأيضاً سوف نتطرق إلى مواضيع لها علاقة بإدارة المخاطرة في الأسواق. هذه المحاضرة سنقدمها لكم من إيكوتي بتاريخ 13 يونيو الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية. يمكنكم التسجيل من خلال الرابط أسفل هذا الفيديو. نتشرف بحضوركم.